الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد كوني أنثى. ما زالت الوصايا وما زالت التجارب اللي بناخدها من مشكلات الناس ونصغها في جمل يسيرة جدا في 10 دقائق لكي تستفيدي منها في حياتك الأسرية، سواء أنت بقى مقبلة على زواج أو أنت متزوجة بقالك فترة وعندك مشكلات، أو حتى لو أن الحياة مستقرة عاوزة تزدادي يعني تزداد العلاقة بينك وبين الزوج مودة وسكن ورحمة وألفة، فعليك أن تطبقي هذه الوصايا تطبيقا عمليا. أنا بقول لك من أعظم ما يحبه الزوج أن تكون الزوجة مدبرة، ليست مسرفة ولا مبذرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف نساء قريش فقال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يعني إيه؟ لا هي مسرفة ولا مبذرة، تحافظ على مال الزوج. أنا عايز أقول لك على حاجة، إيه رأيك لو أنت جبتي من عند عم الحاج بتاع السوبر ماركت كرتونة شيبسي صغيرة كده فاضية مش فيها شيبسي، فاضية منه، دفع 2 جنيه ولا حاجه وهاتيها من عنده، وحضرتك اي شريط لاصق من اللي في البيت او اي خيوط ملونه، وابداي قفلي الصندوق الجميل ده الكرتونه دي، وبعدين اخرميها من الوسط واعمليها على هيئه حصاله. يا سلام عليك، على هيئه حصاله، والحصاله دي ما حدش يعرف عنها حاجه ولا حتى زوجك، وبيديلك مصاريف البيت حاولي تدخري منها جزء وجزء. استطعت 5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 2 جنيه على مدار الشهر، كوني حاجه اقل حاجه 50 جنيه مثلا حطوه في الحصاله دي. يجي بقى محصل الميه وجوزك يقول: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. انت تقولي له: حسبك حبيب قلبي 50 جنيه يلا ادفع بتاع الميه، بتاع الكهرباء 100 جنيه، بتاع البوابه العماره والخدمات والزباله اتفضل 50 جنيه. والله يا بنتي لو انك فعلتي مثل هذا، هذا الامر بيؤدي الى سعاده بالغه في قلب الزوج، بيبقى فرحان جدا. انا مجرب لهذا، هتكلم عن نفسي، انا مجرب لهذا. لما زوجتي تدخر من ورائي بعض المال وبعدين فجاه تفاجئني بمثل هذا او تفاجئني بهديه ولا بتاع، هذا الكلام بفضل الله تعالى يسعد قلب الزوجه. اللهم بارك لي في زوجتي وقولوا امين، ويبارك لكم اجمعين في زوجاتكم واهليكم. فعشان كده بقول لك يا بنتي ليكن لك صندوق ادخار، حصاله يعني، تضعين فيه ما تبقى من المصروف حتى ولو كان قليلا، فده سينفعك في الازمات الماليه. افترضي فجأة وانت قاعدة جات لك واحدة صاحبتك وجوزك مش سايب فلوس في البيت، طب انت مدخرة 50 جنيه ولا حاجة، تكلم عمك الحاج بتاع السوبر ماركت يجيب لك شوية شيبسيات الحاجات الخيبانة دي، ومش عارف وشوية كيكة ومش عارف ازازتين حاجة ساعة، ودفعت ال 50 جنيه والحمد لله رب العالمين، حتى لو مش عندك أكل في البيت وانت جبتي حاجة من باب إكرام الضيف على قدر ما استطعتي. فعشان كده بقول لك تعودي على هذا، يكون لك حصالة تحوشي فيها شيء من المال على قدر ما تستطيعي. ليس من حسن التعقل ولا من حكمة المرأة أن تنشط المرأة في التزين للقاء صويحباتها أكثر من نشاطها في التزين لزوجها. يعني إيه؟ واحدة صاحبتك كلمتك قالت لك: أنا فرحي بعد أسبوع، أو عاملة بارتي مش عارف عشان الولاد نجحوا، أو مش عارف عاملة حفلة عشان مش عارف كذا، فتبدأي تدوري على أجمل ما عندك من اللباس، صح؟ والجزمة اللي مش متلمعة بقى لها 3 سنين تبدأي تلمعيها، والشراب المقطوع تبدأي تخيطيه أو تجيبي شراب غيره، وتبدأي شعرك المنكوش بقى له 3 شهور تبدأي تسرحيه وتعملي خصل ومش عارف تعمل إيه للقاء صويحباتك. من أولى الناس بهذه الزينة؟ الراجل المخنشر اللي قاعد في البيت ده اللي بقى له 3 سنين رايح جاي بيقول لك: ها إيه الأخبار؟ يا بنتي ده انت لما تعملوا خصله جديده الراجل بيتجنن، بيبقى سعيد جدا وفرحان، ايه ده؟ اي لوج جديد وحاجات جديده ومنتهى الانبساط. لا، طب انت صويحباتك اولى من زوجك؟ ده ينفع بالله عليكي؟ والله ما ينفع. اهتمي يا بنتي بجمال بشرتك، اهتمي بالغذاء الصحي، عشان ده هيعود عليك ان جسمك يكون فيه نوع من النضاره، نضاره الوجه يعني. وانا بقول ان اي انسان الوقت رفيعه شويه تستطيع بفضل الله تعالى ان تنمو وتكبر ويبقى جسمها جميل عن طريق الاغذيه، عن طريق الناس المتخصصه في هذا الباب. روح الطبيب بتاع اغذيه اتكلم معاها تغذيه سليمه، يعني تقول لك بعيد عن كذا واعملي كذا واشربي كذا وادي كذا، تلتقي نفسك سمونتي وبقى جسمك جميل، وهذا يعجب الزوج، نضاره الوجه مما يعجب الزوج، ويحكم على نضاره جسم المراه من الوجه والكفين. عشان كده بقول لك اهتمي بده، اهتمي بكريمات الوجه، حاجات اللي ما فيش فيها اصباغ،
حاجات الطبيعية من الحاجات الطبيعية. تم بزيوت الشعر من الأشياء الطبيعية، كل ده فضل الله تعالى مما يجذب قلب الزوج إليك، بس ليس من التعقل ولا من الحكمة إن حضرتك برة تطلعي لصاحباتك تبقي في منتهى الزينة وقاعدة معاهم، وإن كان ده النساء مع بعضها، والراجل ده تم نفضاله بقالك سنة وحرم جوزك من طلعتك البهية، والله ما ينفع الكلام ده أبدا. فعشان كده بقول لك خلي بالك يا أختي الكريمة، لو رحت لصاحبتك أو جاي لك ضيوف بتبدأي تهتم بزينتك وتهتم بنفسك، كذلك الحال اجعل اهتمامك بزوجك واهتمامك بزينتك لزوجك أعلى رتبة من مثل هذا. الوجه المكفهر العابس يولد نفرة الروح وانقباض القلب ووحشة النفس، فاتق الله وابتسمي. بكشرة ليه؟ ولما زويت ما بين عينيك؟ عاملة كده ليه يا بنتي؟ ليه يا ماما؟ ليه يا ماما؟ قولي لي عشان ايه؟ عندك مشكلة؟ ما الناس كلها عندها مشاكل يا بنت. ليست المشكلة ان تقع مشكلة في بيتي او في بيتك، انما المشكلة بقى ان انت مش عارفة ازاي تتعاملي مع المشكلة. يعني كون ان انا يحصل في بيتي مشكلة بيني وبين زوجتي، اسأل الله ان يبارك لنا اجمعين والمسلمين والمسلمات، ده امر طبيعي ان يحصل. ده حصل في بيوت ازواج سيدنا النبي مع امهات المؤمنين، مشكلة النفق ومشكلة الغيرة وغيرها. هي ما فيش مشكلة ان يقع اي مشكلة في بيتي وبيتك، وحياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة، انما المشكلة الكبرى ان انت ما انتش عارفة ازاي تتعاملي مع مشكلتك. تصرخي وتصوتي وتلمي الناس وتبعتي لاخواتك وتتصل على بيوت ويقول لك الرجاله بتاع العيله. ايه يا بنت احنا داخلين حرب؟ لا يصلح هذا مع الرجل. لما ينبغي الرجل منتهى الاحترام والتقدير والتوقير والتعظيم، حتى لو اخطا في حقك ما ترديش، خاصه لو ان عارفه ان طبيعه زوجك عصبي وغضوب وسريع الانفعال وعايز الكبريت، ما بيصدق حد يجي يولع الدنيا. اسكتي ما ترديش، تقولي بيضربني في دماغي بالبوكس كانوا بيلعبوا بسرعه. ايه يا ابني انت، ايه الجنون اللي انت بتعمله ده؟ قال لعب الشيخ ما انت مش واخد بالك. وهو النبي قال ما رأيت اذهب للب الرجل العاق الحاذق من كن. ليه؟ الواحدة تبدأ تقول له كلام تثيره وتصير اعصابه، فيبدأ يرفع صوته وما فيش فايدة، يقول كلمة تقول كلمتين، يزعق تزعق، يضربها تضربه. والله العظيم قولي الدورة، اقسم بالله العظيم عينه من هنا مجروحة. ايه يا ابني ده؟ قال لي انا ضربتها فقامت ضرباني. فبلا شك هذا تصرف لا يصلح. انا ما اقولش للزوج اضرب بهذه الطريقه الهمجيه، انا لا اوافقه على هذا، ولكن وان فعل وان اخطا تضربي بالشلوت والبوكس والبنيه. احنا بنلعب يا بنت كيك بوكس؟ فيش الكلام ده يصلح في الحياه الاسريه. عشان كده بقول لك اسكتي لتسلمي، وبالله عليك بلاش تعدي وشك وكشري وتزوي ما بين عينيك، لان الوجه المكفهر العابس ده بيولد النفره، نفره الروح وانقباض القلب ووحشة النفس. فاتق الله وابتسمي في وجه الزوج. حتى لو عندك مشكلة افصلي، طلع الشغل ورجع افصلي شوية، لما يبدأ ياخد شاور يستحمى ولا ياخد شاور ويغتسل وياكل وينام ويقوم، ابدأ بقى نكد عليه ما فيش مشكلة خالص، واتكلم معاه فيما تريدين. لا يكمل جمالك إلا بصحتك البدنية. الصحة بتكسب الجسم جمالاً ورونقاً وملاحةً. وقبل كل ده اللي هيطفي على وجهك نور إن أنت تصلي بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور، وقلت لك الكلام ده في حلقات سابقة، والصلاة نور فاسجد واقترب. يا رب قلب زوجي بيدك أنت، لا تحول قلب زوجي عني، اجمع بيني وبينه على الخير، واصرف عنه فتنة النساء، وادعي يا بنتي. ومع كده خلي بالك من التغذية السليمة، شيبسيات والحاجات اللي عليها المواد الصناعية مشاكل كبيرة جدا. اتعلم انت الطبخ من الكتب، اتعلم الطبخ من الانترنت، اتعلم الطبخ من الفضائيات، وبعدين ابدأي اطبخي في بيتك بإيدك، حاجتك نظيفة وبتعملي بإيدك، ما فيش مواد صناعية، انما بتحط بهارات والكلام المعروف ده ما فيش فيه مشكلة، مش فيه أضرار إذا كان بمقادير وبكميات معينة، واسألي أهل التخصص في هذا الباب. ولكن لا تهملي صحتك، فسيعود عليك بنوع من تلتقي بقى وشك بقى أصفر وحالتك دبلانة خالص كما يقولون في اللغة العامة، وتلتقي حياتك غير مستقرة، والزوج يبدأ يشكو من مثل هذا. كذلك بنتي
حاول تمارس الرياضة ولو في البيت. مارس الرياضة عشان تعود عليك بالنشاط والصحة والقوة في بيتك. اعمل اتمشي نص ساعة في البيت، مش قادر تنزل الشارع، ها اتمشي كده في الشقة نص ساعة وتمشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ها وانت ماشية كده اذكروا ربنا وانت ماشية في الشقة. لو مش قادرة تخرجي، طب عندك خروج خلاص خدي جوزك وامشي بعد صلاة العشاء لمدة نصف ساعة وبعد كده 45 وبعد كده ساعة عشان تبدأي تخسي لو انت جسمك مليء شوية، وكمان مع كده يبقى في نوع من النشاط والقوة ان شاء الله تعالى. نكمل هذه النصائح في لقائنا القادم، ولا تنسي الوصية العامة من أول البرنامج يا أختي الكريمة، كوني أنثى. أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يرضى عنك وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.